السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مطابيق محاجب طريقة كيما نتاعنا تاع توغورت مصح يقول لهم المطابيق السوافة الوغ في الواد ولا في لي زونفيرون تاع الواد يديروا لها يقرصوها بالفارينة، احنا نقرصوها بالزيت وهم يقرصوها بالفارينة. الوغ درت نتاعهم كلي جينا يديروها تعجبنا باسكو حنا نايضين مرة واحدة، يعني نايضين في بلاد واحدة، في عندنا مستوى مخلطة وحنا ساكنين معاهم. الوغ الله يعشرنا عليهم معاهم دنيا وآخرة. عندكم واحد اليوم واحد الخل من بعد أنا نوريكم المقادير كيفاش وكيفاش ندير الحوايج أنايا على طريقتي وكيفاش نقرصها وهكا. هي عادي كيما المختوم بصح بالفرينة. واحد النهار في مستوى كان ولاد اختي صغار، ولاد اختي مسوافه، وليدها الكبير وليد اختي جا قال له الجدو كان حي ربي يرحمه ذاك الوقت، قال له بايا راي عين حمى البروده تفلقت. قال له برا روح جيب البومبيه ولا من البلديه واحد العبد يخدمها لهم باش ما تعملناش الدنيا، احنا دروبنا كان حيوطنا كان زعما راشيين والدروب ضيقين وكيفاش الماء دوك يعوم ما نقدرش نروح للجامع. قال له لا يا بايا عينه نتاع وجهه اللي تفلقت، برا روحوا قولوا روح للطبيب. واحد السمانتين ولا ثلاثه جات واحد المراه يقول لها جروه تما جارتهم ربي يرحمها ان شاء الله مرطون واللي يعرف مستوى ويعرفهم. جات اختي قالت لها فاتيحه وشحال كان جيتي، قالت لها بخير امي خاطر اختي عاقله وتهضر صوفي شويه خير يجيها الخير. ثاني قالت لها هي الربي كانو خليفه هنا يا عيني تفلقت يجي يخدم يجيني ربي غيتني. ثاني قالت لها هي قالت لها هي وش بيها يا لطيف تنتكلم شايب اختي شايبها بي راجلها. قال لها بري روح خليفه مو شي يعرف لك روح للطبيب. لا قالت له عيني ماشي تاع الطبيب انت لا عيني انت الماء. قال له خليفه واش يدير لك روحي. قالها للطبيب ما سمعهاش. ثاني قالت له لا عيني ماشي تاع وجهي انت اللي نشربوا منها تفلقت. قال له روحي للبلديه يجي يخدموها ماشي نحنا ما كانش خليفه هناي المهم شفتوا الناس بكري كيفاش دايرين روحي حز على روحك روحي الخليفه ما يعرف لكش. قال له مبالو عينها نتاع وجهها طارت في المهم يلا الحمد لله كراكم بخير كثروا لي لايك من فضلكم يلا نتقابلوا في البريباراسيون. يلا السلام عليكم ورحمة الله. من بعد هم أحبتي المقادير تاع المختومة تاعنا، احنا نقولوا المختومة هم والوادي يقولوا السوافة يقولوا المطابيق. المطابيق يعني درك تشوفوها يلا هنا عندي طماطيش، عندي دبشة ومعدنوس، عندي شوية فلفل وعندي التوم. واش عندي تاني؟ على هادو طماطيش والدبشة والمعدنوس والفلفلة والثوم درك ندقوهم نميكسيهم كل مع بعضهم ولا كل وحدة وحدة المهم ميكسين. يعني عندي البصل، شوفوا البصل الأخضر كيفاش مليح، شفتها تقرت كيفاش داير البصل هو ها ريحته تفحفح هذا وقته. وهذا الربطة صغيرة بعد تجي هايلة، نقطع الروسان وحدهم والخضرة وحدها، اللوح الروسان هما اللي نقلي بيهم ونعاود اللوح الخضرة فوقها مقطع رقيق. عندي شوية شحمة كوم دابيتود، عندي الفلفلة الحارة هذه المدقوقة، وعندي التوابل عندي بشوي بزيادة مغرفة صغيرة معمرة زنجبيل، وعندي الكركم وعندي العكري. هاني شريت شوية عكري بديت نطيب بيه حتى انا شريته في التقليدي، وعندي ملح هاك هادو هاك تشوفوا فيهم ربعة. وهذا هو درك نقطعهم والطماطيش المصبرة لوح لها تمرة خاطر باش ديك الطماطيش مصبرة ما ديناش لي زيكرور تكاسي ديك لاسيديتي تكسر هذاك الحموضة نتاع الطماطيش المصبرة. وهذا هو الوغ عندي الدقيق
وعندي شويه ملح دركا هادو نعجنهم غير ماء وملح ماء وملح وسميد على سميد رطب لازم وهذا قلت لكم نقرصوه بالفرينه ماشي بالزيت فوالا كيما يديروه السوافه السوافه جيراننا بكري الله يذكرهم بالخير يديروها مطاطا بيك هما حاميين حارين وحامضين وهذا هو الاخر تقليدي وهذا هو وقتهم يعني الشتاء حاجه تسخن ندير الماء بسم الله الرحمن الرحيم الوغ نعجنها هذه ونلمها نلمها لمان ما نعجنهاش الساع نلمها وكي نخليها تريح واحد العشر دقائق هكاك نعجنها نعجنها ونزيد لها شوي شوي الماء حتى تتلم وتعود نقدر نقرصها ونخليها ترتاح قد ما تريح تعود مليحه قد ما يريح العجين تاعكم يولي مليح باسكو داك اللي كاكا ما يديرش وما يتعجن ما يتقرصش يعني اون با لي طالي ستادير ما نقدروش نقرصوه يولي إيلاستيكي يولي موش مريح الو خلوها تريح قد ما تصحوا بالعجينه تاعكم تريح قد ما تعطيكم الحاجه المليحه فوالا كوم لا تخيما كيما لا تخيما قد ما تعطيه الحاجه اللين والظرافه والحب هذاك بعمق قد ما يعطيك الحاجه المليحه خاطر يعني دونون دونون هذه هي دوك اللمه هكذا هي بدات تجي نخليها في بلاصه ندير كيس بلاستيكي ونخليها درك نقطع هاد الحوايج وندير في الاخر هي ما كانش مسهل منا شوفوا انا نزرب ودرك نديرها في ساعه بعد يعني ماشي حاجه تاع اللي تعجزك ولا تقولي عجين ولا ذاك لا عطي حاجه بنينه ولي تشدي شاطر بينهم مطويات فوالا الكبير والصغير ياكلوهم تاكلوهم مع كان تغديتو بها كلوهم مع التاي العشيه دوك المطويات ديرهم غير صغار سيدي ما ديرهمش كبار يجو كاك مرخرخين الله الله يلا وكيك مرخرخين بابا كلامنا كي بنين بعد نحكي لكم واحد الحكايه انا غير تفكرتها ميته بالضحك انا غير نشوفكم تضحكوا على بالكم يا اخي كي يدير لكم هكا فيديو وفيه الضحك غير نشوف واحد يضحك نبدا بعد ندمع ماشي حاجه شفرة يلا يا بالذات ساعه بالخير عندنا البصل في الزيت ها الزيت بعد ما قطعتو البصل هداك ها الكمية اللي تكفيكم البصلو كل واحد وعايلتو ديتا الشحمة هايدي ديتا التمرة هايدي ودير ثلاثة نتوما ديرو وحدة اللي ما يشيش ما يديرش وكاسي هاد لاسيديتي تاع هاد الاسم هذا تحل باش يطيب مليح ويعود بنين خلوها مليح كيما ما يفيد هكا تقلى شوية هكا عاود نزيد لها هاد البصلة اللي قطعتها رقيقة هاد بصلة خضراء عندي شوية تاع فلفلة شوية برك شوية خشن دايرة الفلفل دايرة غير شوية خاطر هادي حارة ياسر هادي دايرة الطماطيش والدبشة والمعدنوس والثوم وال شو الاخر هي هذا هو وقيت الدبشة والثوم ايه الطماطم هذا هو درك نفرغهم هنا عندي لهم لا ماء لا والو كويس تاع هذا ما يجوش فيه الماء نشد بشوية البصلة هذه قلت ما يتقلى داك ال الطماطم ديك الشحمة من بعد كي طيب ذاك يعني نحيها هاد اللي دابت دابت ولي هاد اللي شوية عاصية نحيها باش ما تكعرليش ال لاباط نتاعي العجينة كي نولي ندير في الما طبيك بون باش نزيد دقة توابل هاي قلتلهم عليهم قلتلكم عليهم قبيلة ديروهم هنا صح يجيها بزيادة باش يديرها حبيبة المهم هاد لي طلا ملاح ياسر يتخض هاد لي طلا تخاديسيونيل الطبق التقليدية ملاح ياسر فوالا أيوا باش ميتحرقليش هداك التوابل ندير عليهم هاد شيل الملح لا تاعنا
بس هيك نحلقها زين هكا، خليها تفكي بعضها. نلوح البصلة تدبر كلي تفور فوق هيك، اصلع النار وخليها تطيب فيها ريزان قاعدين نتاعها يتفحفح. الله الله، طبق تقليدي بمعنى الكلمة. تقورتي هذا، تقورتي بصح الطريقة تاع الواد المطابيك هذو اللي نديروهم بالفارينة، فوالا سوا فتنا بكري يديروهم سوا فتنا لك هو هاي. هنا الصوص تاعنا على شوز زيتها طلع انا حبيت هذا باش نحطره ما تسلش هاي الفطار كذا نخليها تبرد نطفي عليها النار باسكو درتها كيف كبيرة طيب طابت مليح. نخليها بسم الله الرحمن الرحيم ونخليها تكمل الطياب باسكو هاد المقلة ثقيلة قلت شادة ال فوالا في سي المو هادي ثقيلة ها ثقيلة ما تقدرش تهزها بيد وحدها تفرق يد ماشي خفيفة ولا ديرو في حاجة ثقيلة باش تطيب لكم الحاجة مليح مش داك القزبير اللي ما يطيبش. طفيتها شوفوا مازال تسيل خاطر مازال شدت شد السخانة كي تكمل هنا النار عليها تدير انفات تبرد خاطر لازم تكون باردة خلاص ماشي هاو. عندي العجين تاعي هنا خليته يرنخ قلت لكم يترنخ هاوليك ما يت مليح تقبض ما ترخوش ياسر ماشي نتاع رقاق ولا ها شوفوا هاد ليا ما درتش الصبغه ما نضليش الشيب ياسر ها هاكا صبعي ماهوش بدا ينضف قالت لي وحده على خاطر شبيك صبع ثاني ولا لا. بون هادي لوزتهم هكا درت لهم شويه زيت الفوق دوك نغطيهم بالنيلو ونخليهم يرتاحوا لو طون ليت الوقت لي نشعلش الضو لي تبرد هذيك لاصوص نتاعنا نبدو نحلو فيهم ونديرو الطبقات نحلوهم بالفارينه ماشي بالزيت. اوكي هاديك حليناها بالفارينه كان بغيتو حلوها بيديكم كان بغيتو بالحلاق سهله هكذا حلو زوج حطوا هنا الحوايج نقولوا حنا لاصوص نقول الحوايج ايه شي الحوايج القش اللي ناخذ نلبسوهم هكا جدودنا قالوا هكا مطبوعين مطبوعين ها قلت لكم الحوايج هذو نسيتها شحم هكذا يطالوها بيا نتوما كبسوا شي يدين يا حبيبة اللي طولتي الغيبة ويت تبغي المعاونة يعود عندكم المعاونة مليح واحد يكرس واحد ايه هكا المعاونة تغلب السبع كما يقولوا هادي هي فيت 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 قلت امي ربي يرحمها فيت فيت. بون هذه نهزها ولا ما نقدرش نهزها بيد واحده واقيله ها نديرها فوقها دروكا ونقرص هكا شويه هنا نطلعها ونديرها في الطاو ها هي طبيقنا هذا اللي طابت هلا منا ودروك نرفدوها ونحطوها فيه نلوحوها هنايا قبل ما
قبل ما نحطوها نديروا لها شويه زيت هك هك شويه شويه برك كي نقل نقلبوها ولا نشوفوها هاك طيب نقلبوها ولا نقلبوها هك مش سهله هنا. نكملوا الاخرين ونتلاقاو في صحن التقديمي هاوليك المطابق نتاعنا هادشي شويه هنايا الحاشيه شويه مزيره باسكو الفارين راكو عارفين هنايا هاو الحوايج تاعنا هما هكا هكا الضوء ها نشرب الماء احسن نشرب هذا قوى شوية الحرارة سي جوست سي كي فو على بالكم تدوقوا في الراس لا يكون طيبوا له شويه تاي يا داي التاي هاك دوك شويه احسن هاك شريكتو هاك هكا هز وحده بعد ونتشاك ايوا تشوتهم يلا سمكم في الجنه شد شد ايوا يلا حيدي ويسمنك والله يسمكم في الجنه والله بعد شفت البصله الخضراء كيفاش تبرك شفتوها ها ناس تكل يعني طابت على قانيها هايلة هايلة يعطيك الصحة الله يسلمك صحيت هاي يعطيك تاكل برك المهم ما تحطوش على نسوينكم ال ال المختومة يعني نهار تعود مريضة ولا حاجة خاطش فيها تعب يلا ولا عاونوهم يلا أنا ما عاوني لا والو جاي ياكل برك بصح أنا ما قلتلوش كون قلتلو راه جاني المهم يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.